السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل سلسلة جديدة، أول سلسلة في القناة اسمها محاكي الشاحنات. يلا بينا بإذن الله هنبدأ بالحكي. يلا بينا نبدأ. كونتينيو. لعبة اسمها يورو تران. دلوقتي هنروح هنشوف الرحلات، نشوف كل الرحلات. اختار ليون فتك. نروح ناخد البضاعة، نلف، نرجع لورا، نرجع لورا ناخد البضاعة زي ما احنا شايفين كده. بعد برتقال نطلع قدام. ثانية اعمل حاجة، ثانية. يلا بينا نبدأ الطريق. دي زي ما انتوا شايفين السرعة والبنزين والخريطة، دي الأشكال كلها. أنا بحب ألعب من جوه زي ما انتوا شايفين كده. سرعة 50، احنا هنمشي من بير لليوم بإذن الله. خش يمين على الهادي، هدي، ندوس نجيب. نقف على الإشارة، نقف، نرجع عشان نشوف الإشارة. إشارة حمرا لسه بعد قدرة. استنى واضح الإشارة، هنرجع شوية عشان مش شايف حاجة. إشارة خش شمال كالعادة زي ما لقيته مكتوب كده. لف على الواسع عشان الحمولة متتخبطش. نبدأ الطريق.
البنات كانوا عايزين في شبورة روني يعني شتا. تالت حاجة ماسك تراوس الحالات حالة الوجود أول حاجة زحام تاني حاجة شرب طبعا هدي احنا داخلين مكان خلي بالك من البضاعة أكثر خلي بالك برضو من العربية دي نسأل التاكسي نشوف شكله ايه شكله عايش طبعا ثانية واحدة ثانية عشان ما يفسرش الموبايل بس يلا أقل من كده نوصل وصلنا الدنيا لسه بتشتي الدنيا لسه بتشتي لسه بتشتي هنقف من الإشارة إشارة حمرا لسه هنخش يمين نلف على الواسع واسع
بكره برضو مش الفاتحه دلوقتي. مش شمال الفانوس عيون How's the weather up ahead? How's the weather up ahead? What do you mean? We are getting our windows washed down here. Here. Nigot, yes. Can I tell you? I'll like, subscribe, share the video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.